صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله بدأ في الآية بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه ثم أصدر الأمر لجنه وإنسه قال صلوا عليه وسلموا تسليما، لأن الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا النبي دليل المحبة. أنا لي واحد صديقي يصلي على النبي كل يوم 14,000 مرة. اللهم صل على الله يا دكتور صالح، 14,000 مرة. يا بختك. رجل من أهل السودان وأنا أعرفه وصحبته كثيرا ويبكي كثيرا شوقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كنت أقول له ما يا أخي ما تشوف سيدنا النبي كده بقى سلم لي عليه. فمرة من المرات شاف سيدنا النبي فقال له أخويا فلان بيسلم عليك يا سيدنا النبي. فسيدنا النبي قال له إيه؟ قال له إن شاء الله هزوره. الله. فلقيته قايم يكلمني في التليفون قال لي سيدنا النبي جالك ولا؟ قلت له ما انت قومتني من النوم لو سبتني شويه. فشوف الناس الصالحين لهم حال مع ربنا سبحانه وتعالى. اكثروا من الصلاه على بدر التمام لتحظوا برؤيته في المنام. سيدنا ابو المواهب الشاذولي كان من الصالحين من كبار الاولياء، كان بيصلي على سيدنا النبي كل يوم 1,000 مره، 1,000 مره في الصباح و1,000 مره في المساء. فكان سيدنا النبي يجيله في الرؤيا ويقول له يا أبا المواهب هات فمك أقبله فإنه يصلي علي 1,000 في الصباح و1,000 في المساء. فبيقول أبو المواهب الشاذلي فانقطعت عني رؤية النبي فترة من الزمن فحزنت حزنا شديدا وبكيت وتبت وأنبت وعدت إلى الله. وبعدين بعد فترة رأى سيدنا النبي في المنام فقال له يا رسول الله ما الذي غيب وجهك الوضاء عني؟ إيه اللي غيبك عني يا سيدنا النبي؟ قال لأنك جلست مجلس غيبة، بس قعدت مع جماعة بيغتابوا الناس. الله أكبر. يعني كده بنقف في الجانب الخلق. تخيل الخلق، الخلق انت بتحب سيدنا النبي صح. هو مبعوث لإتمام مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلو تأسينا بسنته واقتدينا بحضرته واشتقنا لرؤيته وأكثرنا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لجمعنا الله به دنيا وأخرى يقظة ومناما روحا وحسا جسدا ومعنى. يبقى كلك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي كان بيقوله سيد أبو الحسن الشاذلي، يقول لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي مسلمة. يعني إيه؟ يعني من أول ما يصحى من النوم النبي كان بيقول إيه لما يستيقظ من النوم؟ أقول زي النبي. كان بيأكل إزاي؟ أكل زي النبي. هو خارج من البيت بيقولي أقول الدعاء، وهو داخل المسجد وهو خارج من المسجد، هو داخل الخلاء خارج من الخلاء، وهو مقابل الناس بيسلم عليهم، عايش مع سيدنا النبي. ولا يتأتى هذا دكتور محمد إلا بقراءة للسيرة النبوية العطرة. نعيش مع السيرة، تعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله لما صلى الله. تعيش مع النبي في يومك وفي ليلتك وفي حياتك وفي خلوتك وفي جلوتك هتشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الإمام جلال الدين السيوطي يرى النبي في المنام كل ليلة. الإمام السيوطي كان يشوف سيدنا النبي في المنام كل ليلة، وكان النبي يصحح له ما أشكل عليه.